والذي كان حاضرا ومتواجدا في قلب المنافسة. أما الآن فأنقل الكلمة والميكروفون للزميل حمد الزعبي ليتواصل بالتعليق على الشوط الرئيسي الخاص باللقاية القعدان ضمن أشواطنا المفتوحة. مشاهدينا ومستمعينا الكرام نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب، شكرا للزميل سعد العتيبي. أيها الإخوة نتواصل ومسيرتنا تتواصل في هذا المساء وفي هذا العطاء من أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي، وأيضا يشرفنا ويسعدنا أن نهني سيدي سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بمناسبة فوز الجزيرة وتحقيقها بناموس الشوط الرئيسي للبكار. خلونا مع الشوط الرئيسي أيضا للقعدان من ضمن أشواطنا المفتوحة. إذا مشاهدين الكرام الشوط يسير ونحن نسير، وشوط رئيسي آخر يحمل آمال جديدة ويحمل طموح لدى المشاركين ولدى المضمرين والمشاهدين. نتابع أيها الإخوة مشاهدين الكرام صوتا وصورة المقدمة، ونبدأ مع المركز الأول ترتيبا ونداء وإذاعة حتى المركز الخامس الذي أسمح لنا أن نذيعه. نبدأ مع المركز الأول ومع من يحتل المركز الأول في الإذاعة الأولى في الشوط الأول الرئيسي. نبدأ مع موجود يتواجد في مقدمة هذا الشوط، ولكن التغيير مشاهدين الكرام اللي غير في هذه اللحظات حشار لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، التضمير عند راشد بن عبيد بن بعيران المري. نتابع المركز الثاني اللي يتراجع فيه موجود ويتراجع في ثاني المراكز موجود تعود ملكيته للشيخ. إذن مشاهدين الكرام اللي يقود المسار هو معطاف وليس حشار، أيضا مملوك لصاحب السمو اللي هم معطاب، تعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. إذن أيها الإخوة أيضا التضمير عند عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. نتابع المركز الثاني موجود تعود ملكيته للشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز الثاني سالم بن زيد المري في التضمير. نتابع وإياكم المركز الثالث. خلونا نكمل نداء الأول والشوط الأول الرئيسي والمركز الثالث، ومن يحتل المركز الثالث شاهين تعود ملكيته لصاحب السمو، تعود ملكية شاهين لسمو الشيخ. شاهين تعود ملكيته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر من جيف اللاحج الهاجري في التصوير. نتابع وإياكم المركز الرابع، ومن يحتل المركز الرابع مشاهدينا الأفاضل يصلنا في رابع المراكز مبلش، تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن فهد القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير عند فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين. نتابع المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الكرام يصلنا شيقر صالح بن حنظل المري. إذا مشاهدينا الكرام نحن نتفاعل في هذا الشوط ونتفاعل كذلك، ولكن أيها الإخوة شوط رئيسي آخر أيضا المشاعر لا تتصور في هذه اللحظة. نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. المقدمة مشاهدين الكرام مع معطاب تعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وعبد الرحمن بن سلمان العتيبي في المتابعة وفي التضمير، بينما نتابع وإياكم المركز الثاني يصلنا في ثاني المراكز مبلش، تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين في التضمير. نتابع وإياكم المركز الثالث، ومن يحتل المركز الثالث يصلنا صالح بن حنظل مع شاقر في ثالث المراكز. نتابع وإياكم المركز الرابع، ليث يحتل المركز الرابع، تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبعناية محمد بن خالد العطية في التضمير. يا سلام 2 كيلومتر. خلونا نشوف المركز الخامس، نتابع وإياكم المركز الخامس ومن يصلنا
زحزيح يحتل المركز الخامس، تعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود. حمد بن رايه في التضمير، يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله. مباشره مشاهدينا الكرام صوتا وصوره نعود، نعود والعود محمود الى مقدمه هذا الشوط. الله يا سلام، معطاب ايها الاخوه، معطاب هو من يحتل المركز الاول منذ البدايه وحتى هذه اللحظات. الملكيه تعود لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، والتضمير عند عبد الرحمن العتيبي، عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. 1500 متر يا مشاهدين الكرام، 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو على النهاية. نتابع وإياكم ونتابع نيدانا للمرة الرابعة ونتابع المركز الثاني. يصلنا مبلش تعود ملكية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، بينما هنا في المركز المركز الثالث يصلنا مشاهدينا الكرام ليث، تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. والمركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام، ومن يحتل المركز الرابع؟ يا سلام، ظبياننا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني هو من يحتل المركز الرابع. نتابع وإياكم المركز الخامس، ومن يحتل المركز الخامس مشاهدينا الكرام؟ أيضا شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد ال سعود. مباشرة مشاهدينا الكرام، معطاب 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 هو من يحتل المركز الاول، معطاب هو من يقود المسار. يا سلام، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، الله الله الله. مبلش راه يتحرك، مبلش يتحرك في المركز الثاني مشاهدينا الكرام. تعود ملكيته لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني، والتضمير عند فهد بن سيف. يا سلام، ولكن معطاب معطاب لا زال لا زال متمسك بالصداره. الشوط الاول الرئيسي يا جماعه، الشوط الرئيسي وين بيروح؟ وين السلامات بتروح؟ يا سلام، الله الله الله. معطاب 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 مشاهدين الكرام لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود. ولكن هنا هنا مشاهدين الكرام، الله، مبلش 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 راه يتحرك، مبلش قادم لا محاله، مبلش ايها الاخوه لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني. ولكن يا سلام، الله 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 الله. اذا معطاب مشاهدين الكرام، معطاب، وهذه الانطلاقة وهذه الاندفاع أيها الإخوة من معطاب. وفي اللحظات الأخيرة يبدو لي أيها الإخوة من 300 متر الأخيرة، ولكن الأمور لازالت خطيرة. خلونا مع ندانا وخلونا مع معطاب الملكية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد ال سعود. مبلش يحاول في المركز الثاني، تعود الملكية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ولكن خلاص، الله الله الله، خلاص يا جماعة انقفلت الأمور. تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد ال سعود على فوز معطاب بالمركز الأول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام يصل فيه جنكيز، يحتل المركز الثاني للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود. أما المركز الثالث مبلش لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع يصلنا في المركز الرابع ظبيان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الخامس يصل في المركز الخامس الذيب لسعيد بن سالم بن سالمين. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني لمعطاب قاطعا هذه المسافة في 7 دقائق 48 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. نهني مالك معطاب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، وكما نهني أيضا عبد الرحمن بن سلمان العتيبي على هذا الفوز. أما المركز الثاني فوصل في المركز الثاني جنكيز قاطعا هذه المسافة في 7 دقائق 53 ثانية، أيضا جزئين من الثانية. نهني أيضا مالك جنكيز الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود، كما نهني عبد الهادي بن راشد بن شيرة. أما المركز الثالث فوصل في المركز الثالث مبلش قاطعا هذه المسافة في 7 دقائق 53 ثانية، 20 جزء من الثانية. نهني أيضا سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، كما نهني فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين.